بعد السؤال؟ هل عندك وقت؟ تفضل. جزاك الله خيرا. طيب السؤال الأول، ما هي وظيفة طلبة العلم والدعاة في الغرب؟ وهل الدعوة محصور بترجمة وينقل فتاوى من العلماء؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. واجب طلبة العلم في الغرب الاهتمام بأنفسهم أولا، بإصلاح النفوس، إصلاح المعتقد، العبادة، السير على منهج السلف الصالح، الاطلاع على كتب السلف، البعد على أهل البدع وعن مؤلفاتهم وعن كتبهم. ثم بعد ذلك لا شك أنهم يتفاوتون في العلم، فمن وهبه الله عز وجل علما في المعتقد نشره، ومن وهبه الله عز وجل علما في الفقه نشره، ومن وهبه الله علما في منهج السلف الصالح وبيانه للناس نشره، ويجتمعون لا يفترقون، يسدد بعضهم بعضا ويشد بعضهم بعضا. أما من وهبه الله عز وجل حسن الترجمة مع قلة العلم فهو ماجور، لأن الترجمة بلاغ، الترجمة بلاغ لدين الله. فإذا اشتغل بترجمة كلام أهل العلم، كلام السلف، وبينه للناس فهو على خير، على خير. نعم، جزاك الله خيرا شيخ. القول فلان سلف.